السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها أنا قد عدت إليكم ثانية أعزائي التلاميذ، ولكن عن بعد. المهم أننا نلتقي، ظروف حتمت علينا أن نلتقي عن بعد، ما كانش مشكل. المهم سلامتنا وسلامة كل من حولنا. إذن سوف نواصل اليوم في درس دائما فيما يخص الجملة الشرطية وأدوات الشرط الجازمة إلى غير ذلك، ولكن اليوم سوف نركز على جزء فقط أو على عنصر فقط من عناصر الجملة الشرطية. إذا احنا قلنا معليش نكرر، التكرار دائما فيه إفادة. إذا فقلنا بأن الجملة الشرطية تتكون من ثلاث عناصر. إذا كما نرى أداة الشرط، جملة الشرط، وجملة جواب الشرط. إذا نحن اليوم سوف نركز على العنصر الثالث من الجملة الشرطية. ما هو العنصر الثالث؟ وهو جملة جواب الشرط. إذا جملة الجواب الشرط، وتذكروا جيدا ما قلته لكم في آخر الحصة السابقة فيما يخص اسم الشرط الجازم أو أسماء الشرط الجازمة. قلت لكم بأن أدواء أو جملة جواب الشرط قد تقترن بالفاء. إذا لاحظوا جملة جواب الشرط، إذا ماذا نلاحظ؟ مبدوءة بالفاء، مقترنة بالفاء. الجملة الثانية تلاحظون جملة جواب الشرط مقترنة بالفاء. الجملة الثالثة جملة جواب الشرط مقترنة بالفاء. الجملة الرابعة أيضا، الجملة الخامسة، الجملة السادسة، وطبعا كل الأمثلة. إذا لنعود لندرس كل مثال على حدة. إذا نبدأ بالمثال الأول. إذا نقرأ المثال: إذا أهملت دروسك فسوف تندم. إذا نلاحظ هنا جملة جواب الشرط، لماذا يا ترى اقترنت بالفاء؟ إذا حتى تقترن جملة جواب الشرط بالفاء هناك شروط. من بين هذه الشروط عدنا أن جملة جواب الشرط تكون مبدوءة بسوف. إذا فجملة جواب الشرط اقترنت بالفاء، لماذا؟ لأنها مبدوءة بسوف، إذا مقترنة بسوف. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: من يكافح فسينجح. إذا نلاحظ أن جملة جواب الشرط أيضا هنا اقترنت بالفاء. إذا يا ترى لماذا؟ إن قلنا الحالة الأولى تكون مقترنة بسوف، فنلاحظ هنا أن جملة جواب الشرط جاءت مقترنة بالسين. إذا فجملة جواب الشرط تقترن بالفاء، الحالة الأولى إذا كانت مقترنة بسوف، والحالة الثانية إذا كانت مقترنة بالسين. نواصل على هذا المنوال. إذا ثالثا المثال الثالث: من سهر الليالي فما خاب. إذا نلاحظ جملة جواب الشرط دائما كما قلت لكم نركز على جملة جواب الشرط. إذا نلاحظ بأن جملة جواب الشرط هنا اقترنت بالفاء. إذا لماذا؟ لأن جملة جواب الشرط جاءت مسبوقة بما كما نعرفوا ما النافية. إذا كانت جملة جواب الشرط مقترنة بما النافية فتكون مقترنة بالفاء، معنى تكون مبدوءة بالفاء. واش معنى مقترنة بالفاء؟ بالفاء معنى مبدوءة بالفاء. ثم الآن الجملة الرابعة: لو فعلت خيرا فلن تندم. إذا نلاحظ جملة جواب الشرط أين هي؟ فلن تندم. إذا نلاحظ أنها اقترنت بالفاء. لماذا يا ترى؟ لأن جملة جواب الشرط جاءت مبدوءة بلن أو مقترنة بلن. إذا ولن أيضا تفيد النفي في نفس الوقت. إذا عدنا من النافية ولن النافية. إذا المثال الخامس: إن تغامر فقد تربح. إن تغامر فقد تربح. إذا نلاحظ هنا جملة جواب الشرط أين هي؟ فقد تربح. نلاحظ أنها جاءت مقترنة بالفاء. إذا لماذا يا ترى جاءت مقترنة بالفاء؟ لأن جملة جواب الشرط جاء أو
وجد فيها قد جاءت مبدوءة بقد. إذن فلهذا لابد أو يجب أن تقترن جملة جواب الفاء هنا في هذه الحالة بالفاء. نواصل المثال السادس. إذن من ساعدك فاشكره. من ساعدك فاشكره، أين هي جملة جواب الشرط؟ فاشكره. مقترنة بالفاء أم لا؟ لاحظ عزيزي الطالب، نعم إنها مقترنة بالفاء، ولكن لماذا؟ لأن جملة جواب الشرط جاء فعلها أمر، كما نلاحظ جاء فعلها أمر. إذن فلهذا جملة جواب الشرط إن كان فعلها في صيغة الأمر فلا بد أن تقترن بالفاء. ثم المثال السابع، من ساعدك فلا تتركه. من ساعدك فلا تتركه، أين هي جملة جواب الشرط؟ فلا تتركه. نلاحظ أنها جاءت مقترنة بالفاء، نعم أم لا؟ نعم، نلاحظ هذه الفاء هي. إذن ولكن لماذا؟ ما هو السبب الذي جعل جملة جواب الشرط تقترن بالفاء؟ إذن لأن جملة جواب الشرط جاء فعلها في يدل على النهي، لا تترك، لا ننسى بأن لا تفيد النهي هنا. إذن فإذا كانت جملة جواب الشرط مبدوءة بنهي فلا بد أن تقترن بالفعل. ثم الحالة الثامنة، من ساعدك فهل تنساه؟ طبعا لا، من يساعدني فأتذكره مدى الحياة، طبيعة الحال. نعم، إذا من ساعدك فهل تنساه؟ إذا نلاحظ جملة جواب الشرط أين هي؟ فهل تنساه؟ إذا نلاحظ هذه الجملة، جملة جواب الشرط هل اقترنت بالفاء؟ نعم اقترنت بالفاء، ها هي الفاء. ولكن لماذا؟ ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ إذا لأن جملة جواب الشرط جاءت عبارة عن استفهام، هل تنساه؟ جاءت عبارة عن استفهام. إذا ثم الحالة التاسعة، من غشنا فليس منا. إذا من غشنا فليس منا، إذا نلاحظ جملة جواب الشرط، نعين جملة جواب الشرط، فليس منا، نلاحظ جملة جواب الشرط اقترنت بالفاء، تلاحظ الفاء جيدا، ها هي. إذا ولكن لماذا؟ ما هو السبب؟ لأن جملة جواب الشرط جاء فعلها جامد. واش معنى جامد عزيزي الطالب؟ ما تذكر ما معنى فعل جامد؟ الفعل الجامد هو الفعل غير المتصرف، وكنا قد أشرنا عدة مرات مرارا وتكرارا إلى الفعل الجامد. إذا من بين الأفعال الجامدة هناك ليس، هناك نعمة، هناك بئس، نعمة التي هي عبارة عن فعل مدح، وبئس هي التي عبارة عن فعل ذنب. إذا فجملة جواب الشرط إذا كانت تبتدئ بفعل جامد إذا فتكون مقترنة بالفاء. ثم ننتقل إلى المثال العاشر والأخير، من يجتهد فالنجاح مصيره. إذا نحدد جملة جواب الشرط هنا، إذا ها هي جملة جواب الشرط، فالنجاح مصيره. إذا يا ترى نلاحظ لماذا جاءت جملة جواب الشرط هنا مقترنة بالفاء؟ إذا جملة جواب الشرط جاءت مقترنة بالفاء لأن جملة جواب الشرط جاءت عبارة عن جملة اسمية مبتدأ وخبر. إذا فإذا كانت جملة جواب الشرط جملة اسمية فيجب أن تقترن بالفاء. إذا فنعود خلاصة قولنا، إذا جملة جواب الشرط تقترن بالفاء إذا كانت مقترنة، جملة جواب الشرط طبعا دائما أركز على جملة جواب الشرط، مقترنة بسوف، بالسير، مقترنة بما النافية أو لن أيضا النافية، إذا كان مسبوقة بقد، إذا كان فعلها أمر، إذا كان فعلها أو تبدأ ب إذا كانت تدل على النهي معناها مسبوقة بالنهي طبعا، إذا كانت عبارة عن استفهام
استفهام كما نلاحظ جملة استفهامية إذا كان مبدوء بفعل جامد، فعل جامد معناه غير متصرف كليس، نعمة، بئس، أو إذا كان الجملة الجواب الشرط عبارة عن جملة اسمية، جملة اسمية معناها مبتدأ وخبر، جملة اسمية. إذن فلماذا عزيزي الطالب تطرقنا إلى هذا الدرس؟ ولماذا عرفنا اقتران جملة جواب الشرط بالفاء؟ لأن هذا الدرس له علاقة جيدة، ويجب عليك أن تعلم ذلك، بأن الدرس هذا عنده علاقة جيدة بدرس سوف تراه السنة المقبلة إن شاء الله، إن شاء الله في السنة الرابعة. إذن فهذه الأمور تسهل عليك متابعة ومعرفة ما سوف تراه في السنة المقبلة، معناها السنة الرابعة متوسط، السنة الرابعة متوسط قسم امتحان. إذن إن كنت من الناجحين، وأتمنى أن يكون جميع طلابي من الناجحين، أتمنى الفوز لجميع طلابي. إذن وبهذا أكون قد أظن بأنني أكون قد تطرقت إلى كل ما يمكن قوله. وإلى الملتقى، وإلى اللقاء، وإلى لقاء آخر عزيزي الطالب. إذا ما عليك إلا أن تكرر هذه الفيديوهات وتتمعن جيدا، وتحاول أن تفهم عدة مرات. أنت مرتاح في البيت، لا خروج ولا دخول، ما عليك إلا أن تقرأ هذه الفيديوهات عدة مرات، مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، ولم لا؟ فالوقت لك كل الوقت. إذا طبعا وقتنا لا نخصصه إلى اللعب، إلى اللعب أو للعب فقط عزيزي الطالب. إذا فلا بد علينا أن نقسمه إلى أقسام: مراجعة، مطالعة، تطبيقات، لعب، نوم، إلى غير ذلك. إذا وإلى الملتقى، وإلى درس آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. إذا مع السلامة.